نكمل. يلا السؤال اللي بعده، لبست قميصا جديدا. يلا يا أحمد. أحمد سامعني؟ اي مش يلا يا بطل، يلا نكمل. لبست قميصا جديدا، جديدا، حول المعرفة إلى نكرة والنكرة إلى إيه؟ إلى معرفة. معرفة يلا، فين النكرة هنا في الجملة وفين المعرفة؟ إذا كان فيها معرفة قميصا جديدا ديت نكرة. نكرتين، تمام، حولهم إلى معارف. لبست القميص الجديد. برافو، لبست القميص الجديد. حولتها ازاي بقى؟ ضفناها إلى إيه؟ ضفنا لها إيه؟ ألف لام. ال التعريف. برافو. طيب، قطعت الخيار وأضفت ملحا ولبنا. يلا يا آدم، فين النكرات وفين المعارف في الجملة هنا؟ قطعت الخيار وأضفت ملحا ولبنا. الخيار يا سيدي معرفة برافو. نوعها ايه من المعرفة؟ نوع ايه من المعرفة في الخيار؟ المضاف لألف ولام. اسمه ايه؟ معرف بأل. معرف بأل، تمام. فين المعرفة؟ في عندك معرفة تاني في الجملة أو في نكرات؟ وأضفت ملحا ولبن. ها، ملح، ملح ده معرفة صح؟ أي نوع من المعارف؟ لحظة، ملح ولبن ملح تقريبا نكهة مفيهاش فيها أي حاجة. مفيش حاجة اسمها تقريبا، يا نكرة يا معرفة. ها، نكرة ولا معرفة؟ ملحن ذاكر نكرة. ليه بقى؟ لأنها إيه؟ ولا هي اسم مش إشارة، مضاف لها أي حاجة. ما هي ولا هي اسم إشارة ولا اسم موصول ولا معرفة بأل ولا علم ولا مضاف إلى معرفة ولا منادى، صح؟ صح، ولا علم، يبقى إيه؟ نكرة. طيب، ولبنا نكرة ولا معرفة؟ ذاكرة برضه. نكرة برضو. برافو. طيب، حول المعرفة في الجملة إلى نكرة وحول النكرة إلى معرفة. مليني، هتقول الجملة إزاي؟ ها، قطعت خيار قطعت، إرى الجملة مشكلة، قطعت خيارة خيارا. برافو. وأضفت وأضفت، الملح أضفت، برافو، الملح واللبن. واللبن. برافو 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 يا إيه. تمام، يلا يا سما. نعم، هو مش المفروض الجملة يا إما نكرة يا إما معرفة؟ لا، ممكن الجملة يكون فيها كلمات نكرة وكلمات معرف، دي جملة مركبة من جملتين. يعني اللي هي نكرة في المحاولة المعرفة والكلمة اللي محاولة نكرة؟ هو السؤال طالب كده، هو جاب لي جمل كل جملة فيها، يعني مثلا زي ما قلنا فوق، الكتاب مفيد، انت قلته معرفة، حوليها بقى لنكرة. طيب، زرعت شجرة. طيب، هو عايز هنا ايه؟ قلنا شجرة دي نكرة، حوليها لمعرفة، يبقى ازاي تحولي الاسم النكرة الى معرفة والمعرفة الى نكرة؟ انا كنت فاهمه ان نحن الجمله كلها نعملها يا اما معرفه يا اما نكره. لا، شوف اللي موجود فيها ايه، النكرة اللي فيها حولها لمعرفة، والمعرفة اللي فيها حولها لنكرة. هو السؤال مغزاه من هنا، عايز يقول ايه؟ انت عارفة شكل النكرة وشكل المعرفة في الجملة وطريقة تحويلهم؟ تمام تمام يلا نكمل باقي الأسئلة. يلا يا سما، استخدم الكلمة الآتية في جملتين بحيث تكون مرة معرفة ومرة نكرة. كلمة حاسوب عايزينها في جملة معرفة. نشتغل على الحاسوب. نعمل أو نعتمد، نعتمد على
الحاسوب. برافو. يلا يا آدم، يا ريان عفوا، آدم لسه مجاوب. يلا يا ريان، عايزين كلمة حاسوب نكرة. عايزينها نكرة في جملة، هنقول ايه بقى؟ عندي حاسوب جيد. عندي حاسوب ايه؟ جيد. تمام، يبقى هنا عشان احولها معرفة ضفت لها الف ولام، او ان انا اضيفها الى اسم معرف اخر تبقى تعرفها بالاضافة، يبقى معرفة بالايه؟ بالاضافة الى اسم معرف. وعندي حاسوب هنا كلمة حاسوب نكرة. تمام، طيب عايزين نشوف باقي الأسئلة. ايه رأيكم نفتح البورد ونقعد كده اكتب لكم جملة او امليكم جملة ونحلها؟ تمام، لحظة، نبدأ بمين؟ يلا يا احمد. هو انا مش فاهم ازاي يعني، هنشتغل ازاي؟ خلينا جملة ونكتبها. اه انتوا هتكتبوها. تمام، تمام، هذا هذا اكتب واكتب اكتب دلوقتي ولا ايه؟ اكتب لك انا، هذا تلميذ نشيط. اجعل الجملة الى مثنى مؤنث. مثنى مؤنث. اه هاتان هاتان، تلميذتان ايوه نشيطتان. برافو، هاتان تلميذتان نشيطتان. يلا يا سما، حولي الجملة إلى مفرد، إلى جمع مذكر. ميس، واحنا ميس النهارده هناخد عايز تاخد إيه يا أحمد؟ أحمد معايا؟ سما؟ نعم. يلا يا سما، حولي الجملة إلى جمع مذكر. بس الوايت بورد اتقفلت. هفتحها تاني. ها، جمع مذكر سالم يعني؟ اه هنقول العامل يعمل بجد. العاملون لحظة اسمها، العامل يعمل بجد. ها هتبقى ايه؟ العاملون العاملون يعملون يعملون بجد أو بجد. بجدية. لا بجد، نفس الجملة هنا بجد. تمام، يلا يا آدم. حاسوب بس ها حول يا بنت، هذه بصي يا بنت، الجملة، اصبعي فين؟ حول هذه الجملة إلى تسألون جمع مؤنث. عالية ودم حاسوب. قافل العامل المايك، يعمل بجد اللي عنده مايك يقفله، اللي عنده ودم مايك يقفله.
العاملات ايوه يعملون بجد العاملات وتبحثون ها يعملون يعملات بجد يعملات وتكشفون يعملنا وذات يوم او يعملنا بجد بجد طلبت تمام أن او تعملنا، أعلمكم ينفع برضو دي من وينفع دي، الكلام تعملنا بجد. تمام نقفل، يا ريت اللي حواليه ازعاج يا شباب علشان نعرف نشتغل. ها العاملات تعملنا بجد. يلا يا ريان. ريان اجعل الجملة للمثنى المذكر. العاملان العاملان ها يعملان يعملان جد بجد. برافو، العاملان يعملان بجد، برافو. تمام يلا يا أحمد، الجملة دي العامل يعمل بجد، حولها إلى مثنى مؤنث. مثنى مؤنث. اه ماشي، العامل يعمل بجد. تمام، العاملتان العاملتان يعملان لحظة العاملتان يعملان العاملتان هتبقى يعملان ولا تعملان؟ تعملان تعملان بجد. جدا. تمام طيب عايزين نعرب، كل واحد فيكم دلوقتي يمسك القلم والورقة الكراسة بتاعته، يعرب لي الجملة دي. ونبعتها لحضرتك والعيد اه عيد. يستقبل دلوقتي، يستقبل المسلمون الحج ها يستقبل المسلمون الحج. سرعة، وكله صورها لي وحطها لي على الايه، على الجروب، واشوف يا رابك. ديا كمان وخلاص. يستقبل المسلمون الحج. بسرعة يا شباب. يستقبل المسلمون الحج.
بس انا خلصت. يلا يا آدم صورها لي، ولا ما ماما مش موجودة؟ ببعت لك كويس. يلا يا بطل، أول بطل معانا مين؟ آدم. وانا مش خلصت. يلا يا بطل، البطل التاني يا أحمد. يلا وزعني بابت لحضرتك. طيب، أنت هنا يا عمر يا آدم قلت إيه؟ يستقبل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، صح. المسلمون فاعل مضارع ولا فاعل؟ هو في فاعل اسمه فاعل مضارع، فاعل بس، ثانية تمام. جيت بس ما تخلصيش كله، بس عشان ابعته اتلخبطت لحضرتك. بالمضارع ومرفوع. عشان ايوه فعل فاعل مرفوع، فاعل مرفوع، دي صح طب دي الله صح، ماشي. الحاجة المفعول به، برافو. وطبعا شال الاستعجالة، بس بعد كده نركز. هي مش باينة ولا باينة ولا عايز الدكتور. انت اللي مين بعتها يا صح؟ احمد باسم ياسر؟ اللي هو ايوه السوبر بتاعي على طول. يستقبل، ماشي، برافو، صح؟ تمام. المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو، الحاجة مفعول به، برافو برافو يا احمد، برافو، تمام. يلا يا سما، نقفل اللي حواليه الإزعاج، نقفل المايك، ها نقفل المايك. يلا فين الباقي؟ ها يلا يا شباب. طيب، حاول يستقبل، اعربها ايه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، تمام. مين اللي بيستقبل؟ المسلمون. هيبقى اعربها ايه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الواو. ليه؟ لأنه جمع مذكر سالم، تمام. بعد كده هيستقبل المسلمون ايه؟ الحجة. يبقى الحجة مفعول به منصوب وعلامة نصبه حضرتك الفتحة الظاهرة، تمام يا أبطال، تمام. مثلا بعتها ماشي يا سامر، انا كنت عايزاها بسرعة زي ايه؟ زي زمايلي، تمام. طيب يلا ناخد كده العملة بتاعتنا السريعة، وهنكمل ان شاء الله المراجعة بتاعتنا بإذن الله في الحصة اللي جاية، يعني قبل الدرس الجديد هناخد ايه مراجعة على باقي الايه الدروس كده، كل درس ناخد منه جزئية مراجعة. طيب، في جزئية تانية انا زعلانة منكم فيها، اللي هو الواجب. فين الواجب؟ ليه ما بتبعتوش ليا الواجب تاني يوم؟ ايوه ريان، انا هبعتهولك دلوقتي بعد الحصة. ماشي، دي اول ماشي. واخر مرة تتأخروا فيها عن الواجب، تمام. والاملة هنتملاها دلوقتي، وتبعتوها لي كمان. طيب، لقيت عندك ايه اخطاء؟ لقيت عندك اخطاء، خلاص احنا بعد ما بنتملى الاملة بصححها على طول، وببعت لك القطعة اللي انا جبت منها الايه الاملة، تمام يا ابطال. هو انا لسه بخصوص الرد، انا والله كنت عامله من زمان، بس نسيت اصلا ان ابعته. لا، لسه مفيش حاجة اسمها نسيت يا احمد، مفيش حاجة اسمها لسه نسيت. بقول دلوقتي عشان طب ما يلا يا بطل، يلا يلا يا ابطال، معايا ادم، يلا نتملى. عنوان الليلة بتاعتنا الغذاء.
عنوان الإملاء الغذاء. ناول السطر، يحتاج طبعا لما اقول لك يحتاج يبقى الجيم دي عليها ضمه، خلاص يبقى تفهم انا بقراها بالتشكيل، بقرا الإملاء بالتشكيل. هتقولي يحتاج الإنسان إلى غذاء جيد. يحتاج الإنسان إلى غذاء جيد. كتبنا قائمة فاصلة. يحفظ يحتاج الإنسان إيه بس؟ معلش. إلى غذاء جيد. جيد. فاصلة. فاصلة. يحفظ صحته. صحته. فاصلة. فاصلة. ويزوده زود ويزوده أيوة ويزوده بالقوة القوة اللي عنده إزعاج يا جماعة يروح مكان بعيد. ها ويزوده بالقوة والقدرة على العمل. نقطة. ويتكون غذاء ال ويتكون غذاء غذاء الإنسان من خبز ولحم. من خبز ولحم. فاصلة. وخضرة فاصلة. ودهن مثل اللي بعده خبز ولحم. خبز ولحم خلاص. وخضرة وخضرة فاصلة. ودهن فاصلة. وبيض فاصلة. وفاكهة كتبنا يا أبطال؟ ايوه بس كله خلص؟ اه سما وأحمد وريان خلصتوا زي آدم؟ أو. أيوة بسرعة في دقيقة.
تصوروا لي على الجروب الإملا. يلا يا أبطال، دي حاجة. الحاجة التانية، لما أصححها لك ويكون عندك أخطاء، أنا هحط لك كده كده القطعة، تعرف ترجع للقطعة على الجروب وتشوف التصحيح بتاعك إيه، وتكتب لي الصح تاني. تمام؟ هقول لك أهو الواجب إيه المطلوب. ماشي، على القطعة هبعتها وأقول لك تستخرجي من القطعة إيه المطلوب منها. تمام؟ تمام، تمام يلا كده خلصنا حصتنا، أشوفكم على خير إن شاء الله يوم الخميس القادم بإذن الله. يا كل عام وأنتم بخير. في دقيقة على ما أروح أفتح الواتس تكونوا أنتوا صورتوا الإملاء يا شباب. انا صورتها يا ميس، ماشي يا بطل. لا، ما على الجروب يا أحمد، مش على الخاص، على انا الجروب. صورت بتاع الجروب. تمام، يلا، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله مع وبركاته. السلامة، في رعاية الله.